هاد الرجل كان كيجمع كاع القوم ديالو ويقول لهم بلي انا هو ربكم الاعلى. غتواجه به فرعون الملك الظالم وتقول ليه بلي انها كفرت به، غادي تهز كفوفها للسما وتقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه. دارت لعندها وقالت لها هل لديك رب غير ابي؟ وما هي الا لحظات معدوده، انت غادي تبعوا ليه الطفل الصغير في الزيت وغادي تحرق الجسم ديالو. كاع هاد الاحداث كانت كدوز امام اعين الام اللي كانت كتودع بالدموع ديالها وهي عاجزه بلسانها على الكلام. في اخر حلقه لما تكلمت لكم على الاسراء والمعراج، شحال من واحد فيكم توقف عند القصه نتاع ماشطه بنت فرعون؟ ايوا بغيتو مني باش انني نحكي لكم الحكايه ديالها، حكايه امرأة لم يحفظ تاريخ اسمها ولكن حفظ الفعل ديالها. قصة رائعة اللي ضروري ولازم يسمعها كل واحد حيتاش العبرة ديالها قوية. بقاو معي في حلقة اليوم باش تستافدوا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير اموركم هانية. قبل ما نبداو بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم في الحلقه الفايته اللي درت نتاع الاسراء والمعراج. شكرا ايضا على التعاليق ديالكم الجميله والرائعه اللي كتشبه ليكم. اذا تذكرتوا ديك الحلقه كان هذا هو السؤال، من هو النبي الذي اطلق عليه اسم الذبيح او لا ذبيح الله؟ اما سؤال حلقتنا اليوم، شنو هي اقصر صوره في القران الكريم؟ ضروري تخليوا لي الجواب ديالكم، وبطبيعه الحال اللي ما عرفش ماشي مشكل، غير يخلي لي لتحت في التعليق بلي انه ما عرفش. ما نطولش عليكم اكثر، شبه لكم بداو في حلقه اليوم. لنبدا في الحلقه ديال اليوم، غادي نتكلموا على واحد الرجل اللي هو معروف في التاريخ ومعروف بلي انه اشد كفر. هذا الرجل كان كيجمع كاع القوم ديالو ويقول لهم بلي انا هو ربكم الاعلى. هذا الرجل كان تيقتل كل شيء، ما كيفرقش ما بين الرضع ولا الاطفال ولا النساء ولا حتى الشيوخ. قصه اليوم غادي نتكلموا فيها على الظلم والكفر. في القصر تاع فرعون كانت فيه اقرب الناس ليه اللي غادي يبدا الايمان يستوطن قلبها، واللي هي الزوجه ديالو اسيا. الزوجه ديالو اللي كانت السيده الاولى في ذاك المجتمع، والخدم والحشم والقصر كان من تحت يديها. الزوجه ديالو اللي كتعرف حقيقته من مكر وخداع وكذب وضعف، كتعرفو كإنسان كيمرض كيعيا كينعس، وهاد الصفات بطبيعة الحال أنهم مستحيل يكونوا في رب. فلما شافت كيفاش سيدنا موسى كان تيتناقش مع فرعون، وشافت حتى خوه هارون عليهما السلام كيفاش تيتكلموا بكلام فصيح، وشافت آيات ومعجزات على يد سيدنا موسى، تأكدت داخليا بلي أنه الإله الحقيقي هو رب موسى وهارون. فالإيمان لما غيستقر في قلب زوجة فرعون غادي تجرأ وتواجهه به، غتواجه به فرعون الملك الظالم وتقول ليه بلي أنها كفرت به وأنها ما تلاتش بغات تهتم به، واللي بغى يديرو يديرو، وخا عرفات علاش هو قادر وبلي انه مجرم وخطير وذو شأن، فما خافتش منه وواجهاته، وهي بيقين بلي انها من بعد هاد الاعترافات غادي ينزلوا عليها مصائب وغادي تخسر كل شيء، ولكن ما تسوقاتش. اسيا زوجة فرعون بعد ما غادي تقول ليه بلي انها كفرت به، غادي يسولها بمن امنتي؟ قالت ليه امنت بربي موسى وهارون، وهذه كانت صاعقة بالنسبة لفرعون. فهاد الجملة كان سهل عليه باش انه يسمعها من عند بني اسرائيل وموسى وهارون، ولكن من عند الزوجة ديالو كانت كارثة عليه، وتعصب عليها وتعدى عليها، ولكن ما تسوقات ليش. عرفتوا علاش؟ حيتاش امنت بمولانا ايمانا حقيقيا وهن عليها كل شيء. وخا الواقع كان صعيب خصوصا مع انسان خبيث وظالم، من بعد غادي يقول الجنود ديالو بلي انهم يديوها للصحراء ويربطوها تما، وانتم عارفين الصحراء والحراره ديالها كيفاش دايره. غادي يديوها فعلا ويربطوها في ربعه ديال العمودات او لا الاعمده. سبحان الله، بين ليله وضحاها بعد ما كانت سيده المجتمع وكانت بالعز ديالها وبكرامتها، غادي تولي مربوطه في الصحراء لا ماكله ولا شراب. غيجي لعندها فرعون على اساس انه بغى يجربها واش باقي شي امل، ويسولها واش انها تراجعت على القرار ديالها، ولكن غادي ترفض واصرت على انها تامن بمولانا بالجوع ولا شراب ولا حتى شي حاجه. وصل الليل وجا البرد حتى وصل النهار الثاني، وغادي يسولها واش تراجعتي؟ جوباتو قالت ليه والله ما زادني الا ايمانا، وكفرت بك يا فرعون وامنت بربي موسى وهارون. كانت كتقولها ليه بكل ثقه،
شوفوا على إيمان وعلى ثقة بالله وعلى صبر، ما تغراتش وما تخلعاتش وما تسلماش، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. غادي يعاود يرجع عندها لليوم الثالث وكان نفس الجواب، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. في هذا الوقت وسط العذاب ديالها غادي تهز كفوفها للسماء وتقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زعما يا ربي راني خليت القصورة والسرير والحرير والخدم وكل شي خليته في سبيل واحد، هو أنني بغيت بيت بجوارك. وهنا فين غادي تكون أول من طلب جوار الله عز وجل، وغادي يدوز نهار واحد آخر وهي مهلوكة بهذاك العذاب انت عقلت الماكلة والشراب، ولكن استمرت في رفض الاستسلام لفرعون. في هذه اللحظة فرعون غادي أمر الجنود ديالو باش أنهم يهزوا واحد الحجرة كبيرة ويطلعوا لأعلى بلاصة ومن بعد يرميوها عليها، حيتاش صافي عرف بلي انه ما بقاش معاه امل. تخيلوا في ديك اللحظه لما هزوا الحجره في اعلى بلاصه شنو وقع، قالت ربي نجني من فرعون وعمله، رموا عليها ديك الحجره وتخيلوا وهي مربوطه، وقبل ما توصلها مولانا غادي يوريها بيتها في الجنه وغادي يقبض روحها. في نفس الوقت وقبل ما تطيح على ديك الحجره ما حست لا بعذاب ولا بالم، وها هي نجاها مولانا من فرعون والقوم ديالو. عرفتوا علاش؟ حيتاش صبرات وكان الايمان ديالها قوي. والقصه ما سالتش هنا، ففرعون بعد ما تهنى من الزوجه ديالو اللي قالت لي بلي انها امنت برب موسى وهارون غادي تخرج لي حادثه واحده اخرى. ومن وسط القصر ديالو كانت واحد المراه خدامه في القصر عنده، كانت الوظيفه ديالها هي انها كتمشط الشعر نتاع بنت فرعون، وهذه هي خدمتها اللي منها كانت كتخلص وكتصرف على ولادها وكتوكلهم بالليل لما كترجع واللي ما عندهمش من غيرها. ففرعون غادي يجيبها للقصر ديالو حيت عند باله بلي انها مامنه غير به، ولكن المفاجاه هي انه هذه الماشطه كانت مؤمنه بمولانا وكافره بفرعون، ولكن كانت كاتمه هذا السر. واحد النهار كانت كتمشط الشعر نتاع احدى بنات فرعون وهو يطيح من هذيك المشطه من بين يديها، وهي تقول بطريقة لا إرادية بسم الله. فذاك الوقت بنت فرعون الخبيثة غادي تسمح شنو قالت الماشطة ديالها، دارت لعندها وقالت لها هل لديك رب غير أبي؟ غادي تقول لهذيك الماشطة إنه ربي ورب أبيك ورب كل شيء هو الله عز وجل. فهاد اللحظة صعقت ابنة فرعون بشنو قالت لها ديك الماشطة ديالها، وهي تهددها وقالت لها بلي انه غتمشي تقولها لباها اللي هو فرعون. فعلا مشات لعند فرعون باها وقالت لي الحادث اللي وقع، ولما سمع الخبر غادي يغضب فرعون غضبا لم يشهد له ذلك من قبل، حيت ساق الخبر بلي انه كاين اللي تيعبد مولانا معاه في القصر ديالو. المهم غادي امر الخدم ديالو باش انهم يجيبوها، وغادي يقول لها من ربك؟ غادي تجاوبو ربي وربك الله. قال لها ومن أخبرك على هذا الدين؟ قالت لي زوجتك آسيا بنت مزاحم. من بعد غادي أمرها فرعون بالرجوع للدين ديالها، وقام بتهديدها بالحبس والتعذيب، ما غاديش تسلم وغادي تبقى ثابتة على الدين ديالها. من بعد هذا الرفض غادي أمر فرعون الجنود ديالو باش أنهم يعمروا واحد القدر أو لا واحد البرمة كبيرة من النحاس بالزيت ويخليوه كيغلي، وهو يوقفها قدام هذيك البرمة الكبيرة ديال الزيت وهم يجروها حداها، وهي مسلمة أمرها وكانت يالله بغا تشهد. ولكن قبل ما يحطها تما بغى فرعون باش أنه يزيد العذاب فيها، وغادي يجيب كاع ولادها اللي كبيرهم هو الصغير وصغيرهم كان مازال في المهد او لا اقل كاع. فهاد اللحظه هاد الاطفال غادي يشوفوا هاد المشهد وغادي يبداو كيبكي وكيغوتوا وغادي يعنقوا امهم. هي بدات بدورها كتقبلهم ويترضع اصغرهم، واخا هكاك لا زالت مصره على الايمان ديالها. فرعون غادي امر باش انهم يجيبوا داك الولد الكبير، وهو كيبكي وتيستغث بهم وكيتوسل لفرعون باش انه يطلق السراح ديالو، ولكن باءت المحاوله بالفشل. كاع هاد الاحداث كانت كدوز امام أعين الأم اللي كانت كتودع بالدموع ديالها وهي عاجزة بلسانها على الكلام، وما هي إلا لحظات معدودة تغادي يتبعوا ليه الطفل الصغير في الزيت وغادي تحرق الجسم ديالو. وفرعون في هذه اللحظة كيضحك، فمن هول هذا المنظر الإخوة كانوا كيغطيو عينيهم. من بعد غادي أمر فرعون مرة أخرى بالكفر هاد الماشطة باش أنه يعفو على البقية، فأبت وبقيت على الدين ديالها، وهو يأمر باش أنهم يلحوا الثاني والثالث ثم الرابع، وهي صامدة حتى جا
الدور نتاع داك الرضيع ديالها، غادي يحيدوه لها من بين يديها. وبدا كيبكي وكيغوت. فهاد اللحظات بدات كتنهار الام، وحتى اوشكت على انها تبدل الراي ديالها، حيت عز عليها الرضيع ديالها وهو يثبتها مولانا بمعجزه ما كانتش متوقعها. غادي تكلم الرضيع وقال لها: يا امه اصبري فانك على حق. امي لحو في الزيت. فلما جاو الجنود باش انهم يتبعوها لولادها، قالت الفرعون: عندي منك واحد الطلب، وهو انك تجمع العظام ديالي مع العظام تاع الاطفال ديالي وتدفنهم في قبر واحد، فالقى بها الجنود لتستشهد في سبيل الله. فما اعظم ثبتها. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شاف ليله الاسراء كيف قلت لكم ديك الحلقه شيئا من النعيم ديالها، فحدث به اصحابه وقال لهم فيما رواه البيهقي: لما اسري بي مرت بي رائحه طيبه، قلت: ما هذه الرائحه؟ فقيل لي: هذه ماشطه بنت فرعون وأولادها. فالله أكبر، تعبت قليلا ولكن استراحت كثيرا. وروي مسلم لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: من دخل الجنة ينعم لا يبؤس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن دخل إلى الجنة نسي عذاب الدنيا. فلأي واحد كيمر من شي ضيق حاليا يتذكر غير هذه القصة، واعلموا بلي أنه لن يصل إلى أحد إلى الجنة إلا بمقاومة الشهوات ديالو. وخليوا ديما هذه الجملة في بالكم، بلي أنه يقال أهل الجنة يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما أهل النار فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. وهذه هي كانت قصة حلقتنا اليوم، اللي كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، وأنني نكون وصلتها لكم بطريقة مبسطة وكل شيء يقدر يفهمها. ما تنسوش أنكم تجاوبوني على سؤال حلقة اليوم. نتلاقوا في حلقة مقبلة. سلام سلام.